من ناحيه مثلا الكميات والارقام، كم انا شو من الاصابع الاساسيه بدي اشتغل عليها؟ بدي اشتغل على البليوتنت، الهواء، الماء، التربه، الناتشرال ريسورسز، استخدام الكهرباء، المياه، التصوير، الاوراق، كل هاي المعطيات لازم يكون عندي ارقام. اولا بكون بعمليه بجمع عمليه داتا، بجمع داتا عشان اعمل اناليسيس، بكون في عندي كميه ارقام محدده، ممتاز؟ البيرفورمانس انه انا هي عندي الكميات هاي المعلومات، نستهلك على سبيل المثال في الشهر 250 معون ورق للتصوير، هاي معلومه، اوكي؟ نستهلك كهرباء في هذا القسم مثلا 1500 كيلو واط ساعه في الشهر، نستهلك كميه مياه الكميه التاليه، نستهلك كميه الديزل للسيارات الغاليه الكميات التاليه، كميه النفايات والويس اللي بتنتج عنها الكميات التاليه، اذا كم الكميات اللي بنقولها في الفيزياء الكميه عندنا مجرى. فاول خطوه بدنا نحدد هذه الكميات اللي عندنا وهي اللي تسمى البيس لاين. البيس لاين قاعده البيانات اللي اريد انطلق منها، يعني انا ما اقدر انطلق، يعني بدي اعمل انا امبروفمنت، اوكي؟ انا موجود على سبيل المثال هذا التايم الزمن مع الوقت، اوكي؟ وهون اللي هي الامبروفمنت، تمام؟ اي على سبيل المثال مع الوقت كل ما صعدنا لفوق كل ما زادت الفكره. انا موجود حاليا على سبيل المثال موجود. اول اريد اعرف انا وين موجود على الشارت، مثلا موجود هاي عندنا بوينت اي، انا موجود، اوكي؟ انا اريد اوصل لهي النقطه مع الزمن خلال الفتره الزمنيه، اوكي؟ اريد اوصل تصاعدي الى البوينت هاي بي، تمام؟ اذا انا موجود في الفتره الحاليه مثلا 20 21 هنا الهدف مثلا 20 23، اوكي؟ اريد انتقل من هاي اللي هي اكس الى الى اكس 10 مثلا، فالحين عملت امبروفمنت، فحتى اقدر انطلق من هذا المسار، هذا المسار طبعا يكون ليس بالضروره ان يكون لينير. لينير هو عباره عن تصاعدي بشكل دائم، تمام؟ اللي هو دائما بهذا الشكل، دائما انكريز، اللي بعد هاي، اللي بعد هاي، اللي بعد هاي، ليس من الضروري يكون لينير. لينير المعادلات الخطيه، ممكن يكون انا احط نزلنا شوي، بعدين طلعنا شوي، بعدين نزلنا شوي، بعدين طلعنا شوي. فناخذ البيس لاين، يعني هو عباره عن حقيقه نقدر نسميه المتوسط، المتوسط، تمام؟ وكمان في كمان نقطه ديبر لاين لما يكون عندنا على سبيل المثال. هذا طبعا المقصود فيها عباره عن ايه؟ مثلا شو؟ استهلاك الكهرباء، استهلاك الماء، الويست، النفايات، الديزل، كميه الطن سي او 2، كل المعطيات او الملوثات. ان اول شيء انا اولا انيشال ريفيو تو سي وير وي ار، نحدد اين نحن من هذا، بنجمع البيانات بناخذها على شكل جداول وبنحولها الى شارت، بعدين بناخذ كل واحد احنا موجودين حاليا عند البوينت اي، هذه كميه الماء المستهلكه، هذه كميه الكهرباء، هذه كميه النفايات، طبعا بناء على طبيعه الشغل اللي موجود عندكم، هذا وهكذا، ومن ثم نضع ايش؟ ننتقل الى بوينت بي. طبعا ما في حاجه اسمها قفص الضفدع، اوكي؟ فروك جون، والا راح نوقع ونكسر روسنا، فلازم نكون نمشي شوي نكون سلولي ما تستدل. فبنعمل ايش؟ اكشن بلان او فروك عمل. طب يعني انا بدي انطلق، بدي انطلق من قاعده بيانات اللي هي البيس لاين، كم انا الارقام اللي موجود عندي انطلق من خلالها، تمام؟ اكيد البيس لاين ممكن انا طبعا كل ما زادت فتره الزمنيه للدراسه مو مثلا ثلاثه اشهر لا تعطي مؤشرات دقيقه. كلما زادت هذه تسمى طبعا الدراسات الاكتواريه، كلما زادت فتره الدراسه 6 اشهر نتائجها بتكون افضل من